حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد، فيديو كده هيبقى سريع وخفيف، هيبقى فيديو سريع كده وخفيف. لقيت ان البراندات كده في مصر بدأت تنزل المسحب وكنت عايزة اجربه جدا، فدول البراندين اللي نزلوه بازوكا وهارت اتاك. انا اشتريت اصغر وجبتين فيهم وقلت كده نقارن ونشوف بجد طعمهم حلو ويستاهلوا الضجة، وانهم قاعدين يقلشوا على بعض ويعني يعملوا حاجات كده على النت ولا لا. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا الفيديو. ايه، هجرب اول واحد ده بازوكا اللي جه الاول. طبعا انا جايباهم عادي مش سبايسي، بس يعني ايه قلت نجرب كده. هي شكل العلبة كيوت كده ومنظمة وجميلة. منقية صوص باربيكيو وصوص ساوزند ايلاند، ودول القطع يعني شايفين اكبر من الناجتس شوية واعتقد اصغر من المسحب العادي يعني. فتعالوا ندوق كده واقول لكم رأيي فيه. وجاي معايا عيش واحد وفرايز. تعالوا كده بصوا من جوه، هي شكلها فراخ مفرومة جدا من جوه، هي شكلها ناجتس شوية. ندوق بقى. بصوا عايزة اوريكو، يعني انا بقول لاختي هي مفرومة، لقيتها بتديني كده قطعة معاها، هنا ده كله فراخ قطعة سليمة وفوقها زي المفروم، يعني تقريبا هما مخلطين قطع مع مفروم. عايزة اوريكو، بصوا هي طعمها حلو بس طعمها ناجتس اكتر، مش يعني مش عارفه، مش حاسه ان ده المسحب يعني. المفروض هي طعمها ناجتس بس ناجتس نظيف وحلو. هندوق كده برضو يعني بصوا الوجبه جايه سخنه لان هو جنب البيت عندي. فرايز حلوه عاديه، وطبعا العيش اول مره يكون العيش بتاع بازوكا طازه، العيش طازه جدا. هنستنى بقى هارت اتاك كده لما يوصل ونقارن بينهم وندوقه برضو مع بعض. هارت اتاك وصل، بس هو وصل طبعا متأخر جدا، يعني تقريبا بعد ساعة او ساعة وشوية من الاوردر. يعني انا جبت اصغر حاجات في الوجبات عندهم. جاي معاها 2 عيش والصوص. احنا منقيين صح؟ هو عيش واحد، اختي مزودة واحد. يبقى كده نشوف الوجبة. دي 5 قطع ب60 جنيه، بازوكا كانت 7 قطع ب70 جنيه، يعني بازوكا كده ارخص يعني. شايفين شكله؟ عايزة اقرب لكم. شكله شبه بتاع بازوكا شوية. تعالوا كده ندوق، نفتحها لكم برضو نشوفها من جوه. لا من جوه دي فراخ فراخ بقى، شايفين يعني زي الستريبس كده، مفيش مفروم فيها، هي قطعة فراخ كاملة يعني. بصوا ده طعمه ستريبس جدا وقرمشته اقل شوية من بازوكا يعني، وطبعا اغلى من بازوكا برضو. بس فكرة الفراخ الكاملة دي انا بحبها بصراحة اكتر، يعني بحب دايما حتى في الحاجات اللي بتبقى متصنعة او كده الستريبس عن اللي هي القطع اللي بتبقى معمولة بانيه بس مفرومة، دي اكيد كلكم عارفينها، بتبقى الشركات عاملاها يعني. فده ستريبس وده ناجتس، الاتنين تتبيلتهم حلوة وطعمهم حلو، بس اعتقد ان دول مش المسحب يعني اللي المفروض يكون موجود. الطعم اكتر انهي اللي عجبنا؟ عجبنا بازوكا اكتر شوية بصراحة. لكن برضو بتاع هارت اتاك حلو جدا. اعتقد ان هما يمشوا وجبات كده، عارفين ان هو في العربية لو انتوا عايزين تاكلوا حاجة. الاطفال الصغيرين بيحبوا الناجتس وكده، فاحنا ممكن نجيب لهم الحاجات دي.
هنستنى البيك لما يفتح في هنستنى البيك لما يفتح كده ان شاء الله في مصر، ونعرف بقى هو حاولوا يقلدوه بجد كويس ولا لا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.